برفقة الجيش اللبناني في الطريق إلى الموقع المشؤوم. بعد جريمة قتل علي ما عاد الموت مجرد احتمال في حسابات المخاطر الصحفية، أصبح الموت أمراً واقعاً. موكب الجديد المؤلف من 5 سيارات يخترق الكرة العكارية باتجاه المنطقة الحدودية موضع الحادثة الأليمة. أكثر من 15 صحفياً ومصوراً وتقنياً تتقدمهم مديرة الأخبار مريم البسام ونائبتها كرم الخياط على طريق البحث عن الجواب الشافي للسؤال الدامي: كيف قتل علي؟ مجدداً حسين وعبد معاً على بعد كيلومترات قليلة من المنطقة المعروفة باسم خط البترول. علي أيضاً كان معهما، هو الحاضر أبداً في أذهانهما وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. هما معاً مجدداً ليشرحا لنا ولكم كيف ومن أين أتت الرصاصة التي قضت على أحلام بسيطة لشاب بسيط. كلما اقتربنا من الموقع كان انتشار الجيش اللبناني يتزايد عديدا وعتادا، حتى وصلنا. طولي بالك شوي، طولي بالك شوي. هلا رجعت خفت، انا رجعت خفت شوي. ليك قليل خليل بدل الوالد مع حسين. عبد وحسين تحت الصدمة مجددا، أما فريق الجديد فكان حريصا على توظيف الوقت المتاح بأفضل طريقة. 5 كاميرات و4 مراسلين. لحظتها أدركنا أننا في صدد مادة ضخمة لن يكون في مقدورنا اختصارها بدقائق. فراس توجه إلى المنازل القريبة من موقع إطلاق النار المحتمل ليسأل السكان عن روايتهم. رامز يستفسر من سكان المنازل القريبة من الموقع الذي استشهد فيه علي. ونحن نستعيد مع حسين وعبد أوقات مؤلمة ومجنونة. علنا جميعا نستطيع الركون إلى جواب شافي يشفي غليلكم وغليلنا. كان ينبغي أن ندلي بهذه الرسالة منذ أسبوع تقريباً، واليوم يعني تأخرنا على الرأي العام أسبوعاً واحداً. هنا حيث استشهد المصور علي شعبان، هنا حيث تعرضنا لإطلاق النار من الجانب السوري المحاذي للحدود اللبنانية. هنا مالك، من يأتي إلى هنا يستطيع أن يرى أن الحدود السورية هي محاذية من 3 جهات، ما خلا الجهة التي اختبأنا فيها وهي الجانب اللبناني. غدا قبل بيومين شهر. قبل بيومين. طب انهارت اللي قوسوا على سيارة الشباب، قوسوا على البيت لهون كمان؟ لا ما قوسوا على البيت. طب ما حد، ما شافوا حدا منا يعني برا احنا. طب انت لانه بيتك قريب كنت عم تسمعي الرصاص عم بيطلع من هون؟ ايه من هون. فيني اكذب عليه؟ ليش ما معهم شباب انه هن يقولوا انه من هون؟ بس انت كنت عم تسمعي؟ ايه ايه ما غير، بس اكثر شيء من هون والله. عليك وين عم ياشر لي ليك العسكريين ولا تحكي شيء.